البنات، السلام عليكم البنات. ولا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام. البنات واش راكم؟ صافا الحمد لله. اليوم السبوع تاع وليدنا يوسف، ما شاء الله البنات. غاردي البنات، غاردي درنا اليوم السبوع هدية لأخت الزهور، دارت لنا الخوخ ما شاء الله، نعيمة الوهرانية القريوش ما شاء الله. البنات بنتي غاشو دارت القاطو تاعها كيما العاده والعوايد البنات، وسي القاطو ما ننساوش الخوخ اللي دارتو زهور كتر خيرها. اي لي بوتي اي لي غاطو ما شاء الله البنات. ريغاردي البنات ريغاردي، اللهم بارك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لبنات اليوم الحفل، اليوم الحفل الأسطوري تاع يوسف. اليوم درنا الحفلة ورانا رايحين، ما حبيناش نصوروا لكم البنات الأجواء، لأن البنات كاع متحجبات وكاع ما يحبوش لي كاميرا رجالتهم، مالغري حنا رانا عايشين في الخارج البنات، بصح حنا نطبقوا واش تقول الشريعة فوالا الإسلامية. ولا البنات مع ذاك اللي حبينا نوريو لكم شويه الجو تاع السبوع في فرنسا. فوالا فوالا البنات، بصحتنا وبصحتكم وخيركم في داركم، وما شاء الله البنات عليكم وعلينا وعلى كاع اللي راهي مزيده مبروك عليها، واللي راهي فرحانه ربي يكمل لها بفرحتها، وان شاء الله نفرحوا مع الحباب كيما هما فرحوا معانا، نفرحوا مع الحباب. ورام جايين راهم بداو يجيو الاخوات البنات. اما نخليكم على خير ونقول لكم بسلام عليكم في الايام القادمه، نزيدو نوريو لكم حاجات كيما هذا الشيء ان شاء الله. الله يدوم الفرح ويدوم الفرح في كل بيت وفي كل دار وعند كل عائله ان شاء الله، كيما رانا فرحانين ربي يفرحكم ويفرح كل الأمة الإسلامية. ما ننساش خواتاتي المغربيات، وما ننساش اليوتيوبرز اللي معايا واللي راهم يتصلوا بيا واللي راهم يبعثوا لي كومونتير. قول لكم كتر خيركم ربي يحفظكم، وما تنساوناش بلايك وتعاليق ان شاء الله ربي يحفظكم. السلام عليكم.